بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مثال بقى. احنا عملنا الكونكشن والديسكونكتد وهي كونكتد ولا لا. هنبدأ المرة دي نعمل مثال مهم جدا، ان احنا نريتريف داتا بقى من الداتابيس. عايزين نرجع بيانات بقى، نجيب بيانات من الداتابيس كده ونعرضها ولو بشكل بسيط. فأول فانكشن تجيب لنا حاجة، فأنا هعمل فانكشن أساسية اسمها جيت امبلويز. جيت امبلويز اللي هي هات لي كل بيانات الموظفين، ودي الداتا اللي بتيجي من الداتابيس بالدرايفر ده وترجع لك اسمها ريزلت سيت من جافا دوت اس كيو دوت ريزلت سيت. خلاص، الريزلت سيت دي النتيجه دي عباره عن روز اللي هي تيبل، بس جاي بقى في الميموري هنا عندنا في الفاريبلز بتاعتنا، فبي اسمه ريزلت سيت. اول حاجه عملت ايه؟ قلت له كونكت تو ماي اس كيو، خلاص كده فتحت الكونكشن. واعرف حاجه اسمها ستيتمنت، خلاص بجيبها منين؟ اقول له كونكشن، روح على الكونكشن اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. طبعا عملت عمليه تعجب، ممكن يكون نل، طبعا هيطلع يطلع ايرور، بس انا قلت له كرييت ستيتمنت. هكريت حاجه اسمها ستيتمنت، يعني عايز اكريت ستيتمنت. ستيتمنت دي اللي هي في الاس كيو ال انسيرت ابديت ديليت سيلكت، طبعا او ما شبه من ايه، كريت والتر ودروب والكلام ده كله. وقلت له ريتيرن ستيتمنت دوت اكزكيوت كويري. اكزكيوت يعني نفذ كويري استعلام، واكتب هنا الاستعلام اللي انا عايزه. خلاص الكويري اللي انا عايزه، فانا اقول سيلكت استرسك فروم امبلي، هات لي كل البيانات الموجوده في جدول امبلي. خلاص كده، طبعا يفضل ان اكت التكست الثابت ده وعمله جوه فاريبل فال اس كيو ال وانت حاططه له، وبعد كده وانا بنفذ اقول له اكزكيوت كويري، اقول له ايه، نفذ لي الاس كيو ال دي. تمام، برضه مش هشرح اوامر الاس كيو ال، طبعا احنا يعني برضه مفترضين انت عندك باك جراوند عندك داتابيز. بس كده، بس كده. يبقى اكزكيوت كويري بتنفذ اوامر السيلكت. سيلكت خد بالك، عشان الانسيرت وابديت وديليت ليها اوامر ثانيه، لكن اي سيلكت بتتنفذ باكزكيوت كويري. خلاص، وبريترن النتيجه في ريزلت سيت، ده اللي يهمني. فعرفت فاريبل سميته ار اس اللي هو اختصار كلمه ريزلت سيت او ريزلت، وهقول له نادي على جيت امبلويز، فهينفذ الفانكشن وهيريترن اكزكيوت كويري ويريترن ليك ريزلت سيت. هتشيلها الفاريبل اللي اسمه ار اس. الار اس ده دوت نيكست، اول مره لازم تعمل نيكست، فهيقف على اول رو، هيقف على اول ايه؟ اول رو. لو كان في رو، خد بالك برضه الايرور والتراي كاتش والكلام ده كله. وهقول له بس print line current row، وهقول له ال rs dot row. ال rs dot row دي بتريترن ليك انت اللي هو رقم الرو اللي هو واقف فيه. فانا هقول له rs dot row هيجيب لي المفترض اول مره يجيب لي واحد. خلاص، فهاخد كده منه بيست. لو عملت rs dot next فينزل على الرو الثاني. لو قلت له current row ايه، هيقول لي المفروض رو رقم اثنين. فكده انا بتنقل في الروز بالشكل ده. يبقى next بتنقلني في الروز، وايه، و rs dot row بتجيب لي الرقم بتاعها. طبعا ازاي نعرض مات هنشوف، لكن خلينا بس نجرب المثال ده كده. عملت كليك كمان وعملت ران. طبعا خدوا بالكم لسه هنعرض المات والكلام ده كله، بس المثال بس نشوف بس قدرنا نتحرك ولا. فطلع لي ايرور، قال لي اكسبشن، وقال لي مش عارف ايه، وكوميونيكيشن اكسبشن، كوميونيكيشن لينك ايه ضارب. يمكن يكون بقى ايه، سند سكسسفول تو ذا سيرفر والسيرفر ما ردش. عشان نخش كده في المسج اللي قدام، ان هو تحاول تسيب السيرفر، وبعد كده بقى ايه اللي حصل، ذا درايفر هاز نوت اي ريسيفد اني باكيتس فروم سيرفر. يبقى كده يعني بعت للسيرفر بس ما جبتش حاجه، يبقى ممكن يكون السيرفر بتاع الداتابيز واقف. يبقى ممكن يكون السيرفر بتاع الداتابيز فبعت فالداتابيز ما اشتغلش. فانا هرجع كده ايه على المكان اللي انا مسطب فيه واشوف الاكزام كنترولر او كنترول. فعلا انا مش عامل ستارت للماي سيكل، فهو مش شايف، فبعت ما حدش بيرد، بعت في الصحراء، ما حد ما فيش اي يعني فيدباك. فقلت له خلاص شغل ماي سيكل وشغل باتش كده، وتعالى نعمل كليك كامينو ران كده، المفروض السيرفر بتاع ده بيز ام. كليك كامينو ران، تمام، قال لي كرنت رو 1 كرنت رو 2، معناه انه اخذ الايه؟ اخذ السطر واخذ السطر اللي بعده، والدنيا كانت معاه تمام ومفيش فيه عنده مشكله، وده شيء كويس جدا. طيب، حلو قوي. انا هعمل بس اسمي الفايل ده، هدي له باكج كده نيم عشان يبقى بدل ما يبقى تايه مني، هسميه ماي سيكل ورك مثلا، او دي بي ورك، ما اي ما انت عايز تسميه كده باكج. وده في الفايل بتاع الاكزامبل اللي فات، وبرده في الاكزامبل ده عشان يبقى الحاجات بتاعت الداتابيس كلها حطيتها جوه باكج كده، اعرف اشتغل عليها كلها بشكل ايه، بشكل موحد يعني، واقدر انادي على الفاريبلز وكلام زي كده. ليه بقى؟ عشان استدعي بعض الحاجات يعني. هعرف هنا جيت في الجيت بليز، هقول له فال ار اس بتساوي ستيتمنت دوت اكزكيوت كويري. عايز اوضح حته بس بخصوص الريزلت ست. فكده انا النتيجه اتحطت جوه فاريبل، صح؟ اعمل كلوز للماي اس كيو ال كونكشن، الناس اللي كان عايز اعمل كلوز، وبعد كده ايه، اريترن النتيجه اللي كانت في الفاريبل اللي اسمه ار اس. خلاص، وبعد كده ابدا اشتغل.
ده المنطق طبعا بيقول كده، بس للاسف الريزلت ست مش هينفع معاها كده. تعال نشوف ليه. لو جيت عملت كليك كمان وعملت ران، الريزلت ست عشان تعرف تشتغل عليه وتنقل في السجلات لازم يكون الكونكشن مفتوح والريزلت ست مفتوحه. فتلاحظوا ايرور الاوبريشن نوت الاود، ما ينفعش، مش مسموح بيها افتر الريزلت ست از كلوزد. خلاص الريزلت ست مقفوله، فانت ما عرفش تحرك جواه ولا تقدر تعمل نيكست ولا تقدر تجيب منه داتا وخلاص. طب ايه اللي خلاه يتقفل؟ خلاص قال لي ما هو انت قفلت الكونكشن، فبالتالي كل اللي ورا اتقفل. فالريزلت ست قلت له انقل، جه يعمل نيكست، قال لك اصلا مقفول، اعمل نيكست فين؟ مفيش، قفل الداتابيس. عشان كده احنا ما بنعرفش نعمل ايه كلوز طالما لسه في عملياتها تتم على مين؟ على الريزلت ست اللي احنا شغالين عليها. فخدوا بالكم الريزلت ست اللي احنا شغالين عليها لازم تفضل الداتابيس كونكتد، لان ده الوضع بتاع كونكتد مود بشكل مباشر. السلام عليكم.